اوكي يا جماعه، احنا الحمد لله بعد معاناه خلصنا الناحيه دي. انا رسترت البرنامج عشان كان مهيز شويه. خلصنا الناحيه الشمال، فاضل لنا الناحيه اليمين. المفروض ان هو ايه ما يستعبطش ويشتغل معانا كويس. هفتح دريم ويفر، تعالوا نسمي خلالي توب ليفت عشان يبقى ايه. خلصنا الناحيه الشمال، نقفلهم. التوب بقى مين؟ رايت، ناحية اليمين يا معلم. هي دي الناحية اليمين بتاعتي. واخد الانتر، ارجع ليه HTML. خلصت بادي توب، بعد بادي توب على طول احط مين؟ انا لازم اخلص البوي توب. خلصت الليفت سيكشن، بعد الليفت سيكشن هعمل ديف بلس رايت سيكشن. اوكي، عملنا ديف، حطينا الكومنت بتاعنا. نيجي على طول نعمل ايه؟ كلاس خاصة بينا، نقطة رايت سيكشن ار دي كام. تعال نبص على البادي الاولاني من ناحية الليفت سيكشن، ان انا كنت كام؟ 480. خلاص يبقى 940 ناقص 480 كام؟ 940 ناقص 480 يديني كام؟ 460 بيكسل. تمام. الطول بتاعي كام؟ أكيد برضه نفس الطول ده، 262. تمام، تعالوا نشوف المقاس عندي. اول حاجه في عندي H1، وال H1 دي ليها خلفيه وليها ايه شغل. تعالوا نعمل ديف نطلع منه الخلفيه دي. تعالوا نجيب الصوره دهين، فيبقى الصوره دي اللي هو المستطيل ده، بس في هنا ركنه كمان. الركنه ديت معموله ايه على لير تانية لوحدها، ففي اتنين لايرز عندي. فلما تيجي تخفي اللاير دي يظهر لي معاها اللاير اللي تحتيه، يبقى ايه اللير اللي هي بتاعت الباك جراوند مع ايه الحتة الزاوية ديت كده. اقول له image trim زي ما عملنا كل مرة، قديم قوي الكلام ده. save for web cbm، سميها ايه؟ سميها h1bg، لان انا هكتب عليها بال h1 كده. ارجع هنا اهوت وافتح مين؟ دريم ويفر، وافتحها html عشان انا جوه رايت سيكشن. خش يا عم بكتب مين قبل افتح ديف. اسميه ايه؟ اسميه H1، سوري، بلس H1VG. هاجي عند المين سي اس اس، هعمل الكلاس بتاعتي اللي هي ال H1VG دي. مالها؟ لازم يبقى لها اكيد عرض وطول. عرض كام؟ نشوف الصورة اللي احنا طلعنا، 179 × 43. صورتي عايز اكررها؟ لا، يبقى انا ريبيت. سيف ريش
الدنيا بايظة خالص، الصورة مظهرتش الأزهر بس تحت هنا، طبعا ده مش مكانها. تعالى الأول بس عايز ألفت نظرك، في مشكلة عندنا. تعالى الديف رايت سيكشن ده اللي هو من الناحية اليمين ده، تعالى نديله باك جراوند كولر وليكن ايه، أو بلاش اسود، تعالى نخليه أبيض عشان يبان مع الخلفية. طيب تعالى نعمل ريفريش هنا، شايف الديف الأبيض واقع فين؟ تحت مهواش فوق، لأن ده الترتيب المنطقي بتاعه يا جماعة. في منتهى البساطة أنا مش عندي ديف كبير اللي هو العرض بتاع 940، جواه ديفين صغيرين اللي هو الناحية الشمال والناحية اليمين. خلاص تعالى يا عم نعمل الناحية الشمال والناحية اليمين، تعالى نعمل لهم فلوت ليفت عشان يترصصوا جنب بعضيهم، مش فلوت ليفت هو اللي بيرصص الحاجة جنب بعضيها. خلاص يبقى الرايت سيكشن دوت ناقصه مين؟ ناقصه فلوت ليفت. هنشوف هيشتغل كدهوت ولا ناقصه حاجة كمان. ناقصه حاجة كمان، ده خد فلوت ليفت، بس ده كمان لازم ياخد فلوت ليفت الاتنين دول عشان الاتنين يبقوا جنب بعضيهم. يبقى الديف دوت موجود فين؟ اللي هو ليفت سيكشن عندي، يعني نوت نديله ايه فلوت ليفت هو كمان. تعالى بقى نعمل ريفريش هون، بقوا ايه جنب بعضيهم. طبعا تراعي ان مساحة ده زائد ده ديك 490، لو ازيد ربع بيكسل يعني اقل يعني ملي بيكسل مش هيبقوا جنب بعض، هيقعد تحتيها. تقعد تقول شد بشعرك تقول ليه ما انا عاملهم الاتنين فلوت ومش الاتنين فلوت. يا جماعة العرض ده الليفت عندي عرضه كام؟ 480. نحسب 480 زائد الرايت عندي هنا كام؟ 460 زائد 460 اداني 940 بالظبط. زود بس بوينت واحد هنا هتلاقيهم ايه؟ وقعوا جنب بعض على طول. بص رايت سيكشن وحطيت بوينت واحد كده فاصلة واحد، اعمل ريفريش مبقاش جنبيه وقع. شفت فاصلة واحد دي اتدمرت الدنيا ازاي؟ لازم يبقى ايه بالظبط. بس كده ده كنت عايز اوريهولك. تعالى نرجع دول تاني مقفولين زي ما كانوا. تعالى نشيل اللون الابيض الخلفية ده خلاص مش عايزه. ده بقى هنا اهو، انا طبعا انا مش عايزه هنا، عايزه ايه في الناحيه الشمال. خلاص تعالى يا عم يبقى الرايت سيكشن دوت نديله بوزيشن ريلاتيف عشان اعرف احرك اي حاجه عليه. تعالى ال H1 بيجي نديها بوزيشن مين يا عم؟ اكيد ابسوليوت. التوب بتاعها كام؟ لسه مش عارف. تعالى نشوف تعالى فوتوشوب، عامل زوم في الحته ديت، نجيب المسطره رئيس. طب بتاعي هنا كام؟ 15. فالتوب عندي 15 بي اكس، والناحية اليمين بقى لأن هو عن اليمين هي غالبا كام هتبقى بالنيجاتيف. بس تعالى الأول نشوف الزيرو بتاعه فين. الزيرو بتاعه هنا، عايز نيجاتيف في الحتة دي، تعالى نقيسها. عايز نيجاتيف في الحتة دي، يعني نيجاتيف في كام؟ نيجاتيف 9 والنيجاتيف 10. تعالى نجرب. لا شوية كمان نقعد في 13 مثلا، نقعد تخش كمان نخليه 15. لا 15 طبعا ايه ده، 14 هي نيجاتيف 14 ريش. بس كده تمام. دلوقتي عايز اكتب عليه خلاص المان، خش في السورس كود، خش في الديف دوت اللي هو بتاع ال H1 وافتح تاج مين؟ H1 مش بتاع عنوان، عايزه H1. كتبت انا كلمة ايه؟ سيرفيسز ونسي. تعالى عشان ما تتلخبطش تعالى نكسر كده. عندي ديف فتحته وقفلته، اهي في النص في مين؟ H1 اللي هو ايه؟ سيرفيس. تعالى نديله تاب كده عشان ايه؟ يبقى ده جوه ده. طبعا ايه المنظر ده ما ينفعش خالص. تعالى نشوف فين ايه الاخبار عندي هنا. اهوت دي ستايلاتها عامله ايه. دي واخده كوبر بلاك اللي هو ماي فونت اللي انا عرفته جديد، و14 واللون ده خلاص هديها
ارن ادي عليها الاول، هي مش نازله من دوت اتش 1 بي جي. تمام، مسافه اتش 1 عايز ايه يا عم؟ خد يا عم الكلر ده، خد كمان الفونت فاميلي الجديد اللي انا عملته اللي هو كان اسمها ايه؟ اسمها ماي فونت. خد حجم كام؟ 14 بي اكس وسايح. اعمل ريفرش هنا، صغرت وخدت الفونت الجديدة. ناقص بس ان احركها اسنطرها في النص، يبقى لاين هايت كام؟ دي كانت طولها كام؟ 43. كمان جيبها في النص، ايه تكست اونلاين سنت فريش. بس كده خلصت من الكلمة وحطيتها هنا اهوت، وكتبت ايه سيرفيس خدمات. ايه تاني حاجة عندي بعد هنا اهوت؟ الاتش 3 بتاعنا خلاص. يبقى بعد الديف اللي اسمه اتش 1 بي جي ده، هو فاتح مين؟ اتش 3. هكتب فيها ايه؟ نجيب الكتابة، تاخد الكلام ده كله كوبي وارمي هنا بيست. تعالوا نادي عليه سي اس اس. اتش دي نازلة مين؟ نازلة من رايت سيكشن. بس عايز اوحد الالوان زيها زي ليفت سيكشن. ليفت سيكشن اتش 3 كان واخد كام؟ خد نفس الصفات دي، خد علي كده، خد كل ده كده كوبي بالظبط ديشن ابسوليوت، خد علي كده بالملي كده طالي تحت. بس ده بقى بالملي زي ايه؟ زي ده. في رول ناقصه يا جماعه، هي مشكله عندي في الهيدرز كلها اتش 1 2 3 4 5 اي حاجه بيبقى ايه اوتوماتيك بتاعه بولد. يعني لو جينا بصينا هنا تكست سميك، تكست هنا سميك، تكست هنا رفيع صح. خلاص تعالوا نشيل البولد يا عم. يبقى اتش 3 هنا يبقى بولد. سوري فونت ويت بتاعي نورمال مش عايز بولد. طبعا برضو هعملها في انهي اتش 3؟ اتش 3 التاني اللي فوق اللي هو في الليفت سيكشن، ليفت سيكشن اتش 3. نزود الرول دي برضو. تعالى نعمل ريفريش، بقوا ايه؟ بقوا رفيعين مبقوش تخان. تمام جدا، خلصت من الاتش 3 ومن مكان. تعالوا ناخد ده، ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن باراجراف. عامل الباراجراف ده نازل من مين؟ تحت الاشتراك كده على طول. حط هنا مين؟ باراجراف. عامل بيست ونسيف. باراجراف ده البيرنت بتاعه مين؟ رايت سيكشن. يبقى تمام كده. هاجي هنا اقول له دوت في. محتاج اعمل ايه؟ محتاج احدد العرض. تعالوا نشوف العرض بتاعها كام. افتح عندنا الفوتوشوب واجيب المسطرة بتاعتي واعمل زومين كده شوية، زوم اوت كده شوية، نجيب اول حتة في الكلمة، دو شيفت اخر حتة في الكلمة، نشوف عرضها كام. 2 3 6. تمام، بس عايز ايه؟ نفس التظبيطات بتاعت مين؟ الباراجراف الفوقاني. خلاص تعالى هاتلي هاتلي كل دول كده، هو خدهم لي كوبي، خدهم لي بيست.
بس طبعا حاجة تانية هشيل بقى ايه الويدز اللي تحت تاني 400 انا مش عايزه خلاص. بس هو نفس اللون، نفس فونت فاميلي، نفس الفونت سايز، بوزيشن برضو ابسوليوت تقريبا، برضو نفس التوب والليفت. تعال نجرب نعمل ريفريش. ايه ما سيفتش، سيف ريفريش زي الفل. بس هي ليها اماكنها، ما اعتقدش ان هو المسافات هنا مختلفة. يبقى المسافة هنا بتاعت ال H3 ده هي مختلفة هنا شوية. نقول 20، يبقى ال H3 الليفت بتاعه مش 40، هو 20 بس. H والباراجراف 30. سيف نعمل فريش. تمام أوي كده. بس هو عندي الكلمة مكسورة هنا، هو نديله عرض شوية كمان، نقدر نزود له العرض حتة كده بسيطة، نخليها 240. كفتشي كده 5 بكسل كمان لسه تاريخهم بقى. بس كده ماشي. بعد كده هو عايز اعمل ايه؟ عايز احط ال unordered list date. بس نتأكد بس ان المسافة التوب دي كده مظبوطة. 39 تر اتش 3 39 ماشي. وابو باراجراف التوب بتاعه كام؟ بتاع 67 كده، 66 ماشي خلاص مظبوطين كده. هرجع بعد ما خلصت الباراجراف قمت حاطط مين؟ اللي هو اللي بتاعي يقول لي جوه مين؟ ليست ايتم. هل الكلام ده لينكات؟ لا ما هوش لينكات. الكلام عادي يبقى مش هفتح تاج ليه. ناخد الكلام ده كده كوبي، ناخد الكلام ده كده كوبي وقوم حاطه هنا ايه بيست. هو من كوبير وسيف، مش هو 3 عينين 3 لا 4 وقدرة. سيف اعمل ريفريش. طبعا الدنيا بايظة هنا خالص، نبتدي نظبطها. اول حاجة نشيل النقط، يبقى دوت رايت سيكشن مسافة مين؟ يو ال، مش اليو ال دي بنتها، مسافة يو ال. يبقى ليست ستايل نون. عايز اعمل حاجة تانية هنا، المفروض ان انا بعمل حاجة واحدة بس انا ايه عايز احركها برضو. فهي اليو ال هي اللي ماسكة كل حاجة، فدي بوزيشن ابسوليوت ابتدي ان انا احرك فيه. مثلا التوب بتاعي مش فاكر هيبقى كام، نقول مثلا 50. طبعا 50 قليل. والليفت هيبقى الليفت زيها زي اللي فوق، اللي فوق 30، يبقى 30 بيكس عشان يبقى كلهم واخدين نفس المحاذاة. انا ريفريش ماشي. هي بس مجرد عايز ايه تنزل تحت شوية كمان. ممكن اجيب الاخ ده واجيب المسطرة قيس كام؟ 1 3 130 مصر. سيف ريفريش بس شوية كمان ماشي. شوية كمان 150 المشكلة عندي هنا 3 سطور بس، هنا في ال HTML عندي زيته مبقوش 3 سطور. هو أصلا أنا عملت كوبي للتكست غلط أساسا.
كنترول سي، اللي هو التكست هنا اكبر، في كلام تاني بس انا عايز بس لحد هنا بس، كنترول سي ماشي. هرجع دريم ويفر سورس كود، كده اتظبطت. هنرجعها كام؟ 130 زي ما كانت. تمام مظبوط، بس عايزين كده. خلصت ال UL بتاعي. بعد ال UL بعمل ايه؟ ال LR. سأل هنا انا محتاج ان انا اخليهم جنب بعض؟ لا انا عايزهم زي ما هما كده تحت بعض، بس انا عايز اعمل حاجة، عايز اخلي في مسافات ما بين واحدين، في مارجن بوتوم. تعال نخلي مسافة ايه، 10 بكسل ما بين الليست ايتم والتاني، اللي هي المسافة دي الحتة دي. اعمل ريفريش يعني ايه، توسعوا كده مع بعض. تمام نايس. بس انا عايز احط ايه، ليست ستايل بيكتشر. فهرجع هنا تاني اقول ليست ستايل ايمج، بس اقول له يتقل عليا، اروح اجيب الصورة وارجع لك تاني. الصورة دي بس تعالى بس شوف لي حجمها عامل ازاي، خبي كله سيب الايقونة دي. كنترول تي، 20 في 20، صغرها لي خليها 15 في 15، شغل السلسلة دي وابتدي اقلل هنا 15 في 15، كده حجمها كويس، عشان 20 و20 كتير اوي. بس ايمج تريم، ننضف، نسيف فور ويب، سيف بولتس، سيف. نرجع هنا اقول لك عشان يبقى خلصنا البي اس دي ونرجعلوش تاني، تعال نسيف دي. بص دي الايقونه وده انعكاس الايقونه، فانا محتاج الاتنين مع بعض، خدهم لي صوره واحده. خد الاتنين دولت واللي برضه ايمج تريم، سيف فور ويب، ونسيفهم. سيف سميه بينت، وبعد جردة للألوان، سيب. بس كده أنا مش عايز حاجة تانية من البي اس دي ده. فهنا هرجع أعمل الإيمجز بتاعتي، براوز ليست ستايل إيمج، فين النقطة؟ هي هي دي، حط مين سيمي كولون، سيف، أعمل فريش. طبعا دلوقتي الاحداثيات اتغيرت، فالليفت 30 نزود عليه اللي هو العرض بتاع دي كان كام، 15 15 و30 45. نزود بس هي الصورة لما اتصغرت باظت خالص. هي طالعة عاملة كده ليه؟ لما عملت ايمج تريم الصورة مطلعتش مظبوطة. تعالوا نصلح الصورة تاني، كنترول تي. هي الصورة أصلا بتبوظ لما بتعملها ريسايز. يعني عيب في الأيقونة نفسها، هي الأيقونة نفسها مقطوعة من هنا، الأيقونة دي مش حلوة، بس المفروض الريسايز بتاعها. خلاص خدها زي ما هي مش مشكلة. image trim transparent، خدها زي ما هي وخلاص. save for web، حطها لي مكان مين، مكان البولتس replace. حجمها كام في كام؟ 20 في 20.
يبقى list style image يبقى تبقى نسيف. تعال نعمل refresh. بس الصور ايه اتعدلت. بس في عندي مشكلة ان الصورة دي مبقتش طالعة جنب الكلمة. خلاص في حل تاني للمشكلة دي، بدل ما تحط الصورة دي هنا تعال نحطها بطريقة تانية عشان نخليهم جنب بعض. تعالى لي في الليست ايتم واديها باك جراوند ايمج. باك جراوند يو ار ال، خد الصورة دي سولو في الاخر ايه طبعا نو ريبيت عشان ما يكررهاش. اعمل ريفريش تلاقيها بقت عندك كده. طبعا اليو ال الغي لي مارجن من هنا هي الليفت بتاعي. تعال نبص هنا، طبعا الليفت بتاعي عايز ارجعه زي ما كان 30 عشان تبقى ايه بس مظبوط. الكلام بقى نفسها اللي هي الليست ايتم دي نفسها هديها بيدنج من ناحية الشمال. مساحته قد ايه؟ 35 بكسل. فريش بس عشان تبقى ايه الكلمة داخلة جوه كده، وبقول اتنين ايه على نفس السطر كده. بس ناقصني مين؟ ال اي ديت. بس نعملها كولر ابيض لان هي لونها ابيض. لو تلات افات بس. تعال برضو نغير ايه حجمها، نشوف هي واخد حجم قد ايه. هي 12 اريال و 12 وابيض. خلاص غيرنا اللون، بس نغير الفونت فاميلي نعمل اريال، ونغير فونت سايز بتاعها كام؟ 12. سيف واعمل ريفريش. طبعا هنا بس هتظهر لي مشكلة ان هو دي اتاكلت لما عملت فون سايز صغيرة، فهضطر ان انا اديها طول. هدي الليست ايتم دي طول عشان تحافظ على شكل الصورة بتاعتها. هي الصورة بتاعتي كان طولها كام؟ 20. اقول لي الليست ايتم ما تقلليش عن طول كام؟ 20. بس كده كده احنا ناقصنا بس صورة الجردل ديت. هرجع ال HTML بتاعي، خش فين الجردل؟ الجردل بعد اليو ال على طول، واعمل ديف واديله كلاس سميها ايه باكت جردل كده. هات لي من الباكت ده نعمل له رول دوت باكت. ده بيعمل ايه؟ هات لي ويد ارت ارت طول الصورة دي كان في كام؟ 161 198. طول كام؟ بي اكس طبعا باك جراوند الصورة. فين الجردل؟ الجردل الجردل واخدة طبعا نو ريبيت. طبعا هحتاج ان انا احركها بعد كده، هديها بوزيشن. تمام بوزيشن ابسوليوت الرايت يعني زيرو توب نجرب 40 نشوف هتبقى فين. طبعا الرايت زيرو مش تنفع، عايزة تخش جوه شوية. تعال نشوف ندخلها قد ايه كده. دي رايت 17. والطول كده رايت تبقى مظبوط، بس هو الطول بتاعها اللي مش مظبوط. يا اما تاخد ترفع مقاس ان هو، يا اما تخش تتغير انت لحد ما تتظبط معاك. مشكلة هي 62. فريش حطيت ايه مكانها كده. يبقى خلصنا ايه الديف دوت. مجرد هعمل ديف تحتيهم على الصورة، صورة الفاصل ده هي عمل ديف في صورة الفاصل ده
وبعد كده اقوم عامل ايه الضيف التحتاني ده، ونبقى ايه خلاص الضيف ده عبارة عن حاجتين بس، حاجة بسيط جدا خالص الضيف التحتاني ده.